السلام عليكم. أول شيء صلوا على محمد وآل محمد. اليوم حنحكي عن درس البولينوميال، حنحكي عن فكرة معينة في الدرس. أكيد معكم الأستاذ حسن عبد الله، وإن شاء الله خير يا رب. قبل ما نبلش من هلا بلفت انتباهكم، فينا نوقف الفيديو، فينا نبطئ، فينا نسرع مثل ما بدنا نحن على اليوتيوب. حنبلش نحن بأبليكيشن، let's start. كل يسمي بالله، وإذا بنحط دفتر وقلم قدامنا ندور معلومات بيكون سوبر ممتاز. السؤال شو بيقولنا؟ Determine the name, degree, variable and constant term of the following polynomials. معنا 3 polynomials، بدنا نحدد النيم الديجري والفاريبل والكونستنت تيرم. يعني مطلوب مني 4 اشياء، لاخد العلامة الكاملة بدي جاوب عن هالاربع اشياء لهودي 3 اسئلة. بدنا نركز منيح وان شاء الله خير. اول وحدة p of x equals 3x power 3 minus 5x to the power 6 minus 100x plus 15. اول شي بدي اعرف النيم، النيم بتطلع الحرف الموجود باولها. شو اول حرف عندي؟ هو البي، النيم هو البي اللي قلت. تاني شغلة مطلوب مني هلا اعرف الفاريبل وحددوه. الفاريبل بطلع بالقوسين بعد النيم، بقلب القوسين في عندي اكس، فالفاريبل بيكون اكس. بقراها البولينوميال بي اوف اكس. ديجري، لاعرف ديجري بدنا ننتبه هون منيح، بدي اطلع على الفاريبل اللي عنده اكبر باور. الفاريبل هو الاكس، شو اكبر باور على الاكس؟ بطلع ما في عندي اكس، اكبر باور موجود عندي هو 6. الكونستنت تيرم هو الرقم، ما حدوش ولا فاريبل، هو ال 15. تمام. انا بنشوف تاني اكزامبل q of y equal y plus 33 minus x to the power 17 minus 500 y to the power 4 minus y to the power 8. النيم كلنا بدنا لازم نعرفه، قلنا بنعرف نطلع الحرف الموجود اولها هو q. الفاريبل لازم نحن نعرفه كمان، انا بطلع بين القوسين شو في عندي letter y، فالفاريبل هو الواي، بيقراها q of y. هلا بيجي للديجري، لاعرف الديجري بطلع على الفاريبل اللي عندي اياه هو عنده اعلى باور. الفاريبل هو الواي، اعلى باور موجود على الواي هو ال 8، اذا بيجي بقارنهم مع كل الباورز موجودين على الواي. الكونستنت تيرم هو 33 لان ما حد ولا فاريبل. فينا نوقف اذا بدنا ونتفعل فيه رباح. third example، هيدي ما كتير واضحة عند الفاريبل، بدي احاول اظبط بشكلها بدها تكون البوليومر كتير واضحة. شو جيت عملت اني؟ خليت التي محلها، جبت الماينس تي لحد التي، جيت حطيت بلس اكس وخليت الباقي ما بقى مثل ما هو. تي وماينس تي طاروا مع بعض، بضل عندي زد اوف اكس ايكوال 22 تي باور 23 ماينس 5 اكس بلس اكس لباور 15. النيم هلا صرت واضح من الاول، وهلا هو الزد. بيجي هلا للفاريبل، بتطلع بالقوسين شو في عندي الفاريبل هو اكس، فالبولينوميال بقراها زد اوف اكس. بيجي هلا للديجري، شو اعلى باور على الفاريبل؟ يعني شو اعلى باور على الاكس؟ اعلى باور هو ال 15، انتبهوا مش 22 او 23، تي مش فاريبل. الكونستنت تيرم ما فيش عندي كونستنت تيرم، فهو زيرو. لاحظوا كلهم فيهم letters فوق. نراجعهم على مهلنا، فينا نوقف، فينا نعيده مرة اثنين ثلاثة للفيديو نتمكن منه. هلا هنعطيكم homework، نفس السؤال اللي انطرح قبل. قبل ما نبلش الهومورك بتمنى تراجعوا ديكي كتير منيح. شو عم بيقول الهومورك كمان؟ Determine the name, degree, variable and constant term of the following polynomials. اعطيتكم اربع polynomials، بدنا نحدد هالاربع اشياء المطلوبة مننا. البارت 3 و 4 بدنا نشد همتنا، بدنا نحاول نركز فيهم منيح ونشتغل على مهلنا وان شاء الله خير. موفقين جميعا، ونجيب ورقة وقلم، بنبلش بايدنا شوي شوي على الواقع، بنشتغل بنراجع منيح، بنرجع بنبلش بالهومورك.
ونعيد مرة اثنين ثلاثة توصل الفكرة وترسخ براسنا ونشغل دماغنا لحتى نوصل للهدف المشهود وإن شاء الله خير. السلام عليكم، كيف معكم الأستاذ حسن عبد الله، موفقين جميعا ونتمنى الخير لكل الناس.